السلام عليكم، كيف الحال إخوان؟ بخير، أتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الموضوع، يعني بغيت نقتصمو معاكم، ألا وهو هذا الموضوع كيتكلم على كما مكتوب في العنوان، يعني الذهب موجود فوق الأرض وليس تحت الأرض. ماشي يعني ما كاينش تحت الأرض، في الأصل راه الذهب تحت من الأرض، ولكن بغيت نبين لكم بأن حتى في الأسواق المستعملة، الأصحاب، الناس اللي كيدوروا التجارة، الناس اللي مولوعين بحالي بالتحاف وبالأسواق. اليوم بغيت نعطيكم واحد المعلومة، على واحد المعلومة يعني ثمينة، ها كيفاش تعرفوا وها كيفاش تلقوا الذهب في الأسواق، ماشي الذهب ديال الخواتم ولا الدبابيش، وإنما بطريقة أخرى. وكما كتلاحظوا الإخوان، هادو واحد الكادر، يعني فنان كادر، كما كتلاحظوا هنا مكتوبة يعني أورو 22 كارات، 22 قيراط، يعني وها هو السيرتيفيكا ديال لا كارونتي كما كتشوفوا هي هنا. هذا كذلك مثال، حتى هو من ذهب، هو كما كتشوفوا بلا سيناتير ديال الفنان، هاد الورقة كاملة اللي مرسوم فيها، يعني هذا الرسم فهي من ذهب خالص، ماشي مكرومية بالذهب ولا شي حاجة، وإنما كلها من الذهب. وهاد النوع هذا ديال هاد الفن، هذا راه فن قديم، هانتوما كما كتشوفوا الفرق بين، كتعرفوا بأن الكادر قديم، شوفوا اللور ديالو كيفاش داير، فهمتي؟ يعني ربما ما عرفش شحال عنده من عام، كذا راه قديم. وهذا الفن هذا سميتو، ها هي باللغة الإيطالية، يعني كرومو ليتوغرافيا، وفي الأول يعني ملي ولات اون كولور، في الأول كانت غير بلوي نوار ليتوغرافيا. هذا الفن هذا اكتشف تقريبا في 1700 وشي حاجة في النمسا، ومن بعد بما أن إيطاليا هي بلد ديال الفن، ليوناردو دافينشي وما وراء وما، يعني كاين فنانة كبار قدام في هادشي ديال الفن. تقريبا في 1800 وداك الشيء، ولا منتشر حتى في إيطاليا إلى يومنا هذا، مازال يعني كيتستعملوه، كيديروا هاد الفن هذا. وكيما هادو مثلا، كاين الناس اللي كيجمعوا هاد لي كادر هادو، شي يعني يحيد هاد الكادر ويبيعو الجرام، كتبان لي انا شويه ناقصه. كما كتشوفوا انتما السيرتيفيكا ديال الكارونتي 23 كرام، يعني مرسوم على الذهب خالص كما كتشوفوا. انا بالنسبه لي كواحد كيحب الفن ومولوع بالتحف وداك الشيء، ما كتجيني شويه قاصحه باش نشد انا نحيد هادو ونمشي نبيعو الكيلو، ما خليه كيما هو. ايوا هادشي اللي كاين، بغيت نقتصم معاكم هذا الفيديو هذا، ونتمنى يعجبكم. وكاين العديد اللي كيقول انت كتوري الناس وداك الشيء، وغادي يعني كلشي غيعرف هادشي اللي كاين. الناس كي خاصين كانوا، يعني كنقولوا حنا كيدبر على راسو وما كيبغيش يوري، انا رزق الله، انا كيعجبني هادشي من القلب، ماشي يعني باش نسميتو، كيعجبنا رزق الله اللي غتكتب راه غتوصلنا ان شاء الله. المهم هو تاني اخوان حتى هما يستافدوا، علاش لا انتو، واللي عجبو الفيديو يدير لايك ويبارطاجي، واللي ما عمره ما دخل يدخل ويشترك حتى هو الا بغى، من طبيعه الحال يعني كيبقى فضلا وليس امرا، حتى حنا باش نتشجعوا ونعرفوا بان راه كاين ناس يعني متتبعين وداكشي، وكتبوا لنا في التعليقات بغاو شي حاجه تاني نتكلموا عليها، لان حنت شفت هاد الفيديوهات هادو ديال هاد المسائل هادو، هما اللي كيشوفهم الانسان بزاف عندي، بحال ديال الماكل القدام، ديال الديك وديال الدجاجه وديال الهواتف القديمه، وحتى ديال النقره وداكشي، كنشوفهم هما اللي فيهم يعني الفيزيون بزاف. لهذا بغيت نعطيكم حتى معلومه اللي قليل اللي غادي يعطيها لكم، كاين بعض الاخوان صراحه كيقولوا حتى هما الصراحه وكيوريو الناس، الله يجازيهم بخير، وكاين اللي ما كيوريكش، وكله ومن حقه اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، هادشي اللي كاين. ايوا السلام عليكم الاخوان، والى فيديو اخر ان شاء الله.